رسالة عظيمة جدا، وهي صلة هذا المجتمع أو صلة الناس في هذا العصر الحديث بتاريخنا السابق. رأينا وشهدنا تأثر الجمهور بما رأوا، تذكر الناس بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. نحتاج كلنا من يعظنا ومن يعني ينقلنا إلى هذه المرحلة السابقة، فهذه الرسالة العظيمة التي كانت هدفا من هذا المعرض. كنا حجة إسماعيل عليه السلام وقال الكريم عليه السلام ذات النبي صلى الله عليه وسلم وضغط الزر ندخل إلى عالم وبحر. هذا الجيل الذي ولد ابتداء من سنة 2010 يسمى جيل ألفا، له طرائق في التواصل، وبالتبع كان لابد أن يجتهد لإعادة تعريفهم بهذا التراث الذي تجليه السنة النبوية والسيرة النبوية المطهرتان بطرائق تتوافق وتتلائم مع الوسائل التي يتم التلقي بها من لدن هذا الجيل. صراحة واحد الشعور لا أستطيع أن أصفه. سافرنا إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وشعرت برغبة كبيرة في زيارة المقام، مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل شيء ما شاء الله في المستوى، الموسوعات أيضا أثارت انتباهي، وموسوعات، وهذا ما نحتاجه، هذا ما يحتاجه أبناؤنا. احنا مضمنين مع الحج اليوم، ضمن الملحاج. رشيد بن الشريف الحسني.